سلام تينا ستيلين كوان ورد چانالي بسلام متاتشو زاري اللوتين چارجا كتما كدوباي بمكينا حيا ديكا يمياس كيد اگر لينو چارجا وست كمي گنيوت بمانگستي زو تاسر باللو پاركوست نو يلوت مالتنو النسو حديكا يالو يتاروتال ياكابا بيو نواري يالمنم كفيا گبتو يميزنانا ببوتانو مالتنو أنا أقول لك أن 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 دبي ببحرية برهما نج نا أهم بالن بيت ساعات وقتو كرمت بهونم جن بقى كأجريتها كاير سواينا كايروني تانسار بتأمني يسدن كيم بوثانو مالسمه هي أرنقادي سفرة أرنقادي نجار بتأمنو يميودوت تلك أذكرت على شو كبالو وبات لو بات بات عمجانا كارلو ما بات عمو بس ميلو بقونا تلاما ناقر هنقدي اواكيو اتشم مدري زو قابتاو يزنانا لو هزاناتو اتشم قولا جو تاتشو قامتاو يزنانا لو بقى بانز عمالتنو نا منقست لبرتاسبو بات عمو ميسبو مالت يتشال البقى مولو عافي هنا مالت يتشال اللي انا مستي هنا كبابي اسبوت بنز اقبتاجو هنا مسلا عير بتفتواوي زافوج بتفتو صار بتفتو عبابا هنا مسلا عير مانيت ونتكلا لايد اللم انا اني مدمو كالو كازا كايوتو نغروتو بطعم بونت يوددكوت بوتانو مالت شلالهم هينني مسلال برمب اندتايو تنبدي يهو غابشاتو هالهم انتكا عايزة تتلك تتايو نهالج انديت انديت ويب ويب هون اندام تتاي متوسنا تقابي ياسايات شوهالهم بطعم بطعم هولدي سنسيت بزي تامرانيش بزنبا بوج مهار بطعم دسين اللو سلازي هينن بوتا عبراتشو نوناتشو سكامج عرشاو درس اندتايوت اقابزات شوهالو هينن بوتا لعلهم مالتنا عبراتشو نتقويو اقابزات شوهالو أزيكاي هي من نايو يتدارو بكواس كهزاناتو جو بيتوسانا دمو كف بالد ميلا يالو كواس يمي جاو توبت كل نو مالتنو هنن مسلال اني بنا قراتش لي بتقام بتقام يودر كتبوتانو
دبي كتم وسط بنجرات لي أرنغواري سفرة بيت أم ببزو بكتر ببزة ملك وعلى مالتنا لنا لارنغواري نجر يلا تشو أم ملكة كتبت أم تلك ونسل من نجر راسو أرنغواري نكالرون راسو بيت أم أرنغواري نجر مايت بيت أم نو يمي وردتنا ونات النسوس على دنك على الفم إنيام نجدي بمولو ب ባጀር ጸዋያችን የተነሳ የተሰጠ ስጦታ አለ አገራችን ላይ ከዚህም የበለጠ የሚያማምር ቦታ አለ አገራችን ላይ ግን ረሃ ከመሆኑ አንጻር ይሄ ነገር ስላስገረመኝ ነው ለእናንተ ላሳያችሁ የወደድኩት ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው ጽሁፍ እንግዲህ የፓርኩ ህግጋቶች ናቸው። ፓርኩ ጧትም ከሰዓትም ይከፈታል። ባርቢኪው መጠቀም እንደማይቻል፣ መተኛት እንደማይቻል፣ ማጨስ አይቻልም፣ እንስሳቶችን ማስቀባት አይቻልም። እንደዚህ የመሳሰሉትን የሚሉትን ህጎችን ያካተተ ነው ማለት ነው። በጣም عارف ነው ብዙ ቦታ ነው ይሄ ህጉ ተጽፎ ያለው ማለት ነውና ጥሩ ነው በአካባቢውም ላይ ምንም አይነት ቆሻሻ አላየሁኝም ከህጉ መሃልም ቆሻሻ መጣል እንደሌለባቸው የሚናገር ቦታም አለ ማለት ነውና በጣም عارف ነው እንግዲህ በዚህ ፓርክ የቀኑም ሰዓት የምሽቱም ሰዓት በጣም የሚያምር ሆኖ አግኝቻለሁኝና እዚህ ማካባቢ ያላችሁ መጣችሁ እንድታዩት እላለሁኝ እዚህ ማካባቢ ሌላችሁ እንድታደንቁት ጠይቃለሁኝ እና መሰገናለሁ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ